ومعنا أيضا مراسلنا من أربيل بشير الحسن. مرحبا بك بشير. إجراءات وقرارات صارمة أصدرتها أربيل اليوم بخصوص منع التجوال وكذلك الخروج فقط للحالات الضرورية. أهلا محمد، يعني إن شاء الله الصحة والسلامة للجميع. بداية محمد دعني أضع المشاهد الكريم من آخر إحصائيات وزارة الصحة في حكومة إقليم كردستان العراق، حيث أصدرت وحسب بياناتها يعني حصيلة رسمية وحصيلة نهائية بعدد الإصابات في عموم محافظات الإقليم، حيث وصلت إلى أكثر يعني تجاوزت عتبة 90 إصابة في عموم المحافظات محافظات الإقليم. في أربيل يعني تقريبا هناك 28 إصابة، وفي دهوك إصابتين، وأيضا في حلبجة إصابة، والبقية تتوزع في محافظة السليمانية. محمد، يعني الحقيقة المقلق يعني في الأمر من انتشار فيروس كورونا، هناك يعني أحد المجمعات الزيادة العددية لهذه الإصابات في أربيل، الحقيقة هناك مجمع سيبيران الواقع غرب محافظة أربيل في قضاء خبات، يعني هذا المجمع الحقيقة كان هناك تعرض أحد الأشخاص العائدين من إيران وهو يقطن هذا المجمع إلى إصابة بفيروس كورونا، مما أدى إلى يعني تقريبا يعني إصابة ثلث هذا المجمع السكني في أربيل، حيث يعني تمت يعني حجر هذا المجمع، وأيضا هناك حجر تام لمجمع دربندخان في قضاء السليمانية. يعني مع تزايد هذه الإجراءات، مع تزايد هذه الأعداد بالإصابات بمرض كورونا، حقيقة فرضت يعني وزارة الداخلية في حكومة إقليم كردستان حظر للتجوال، وهو الحظر تمديد رابع لسعرين. هذا الحظر الحقيقة يمتد إلى الأول من نيسان المقبل. يعني فرضت السلطات المحلية في أربيل الحقيقة يعني إجراءات أمنية مشددة على المتجاوزين، وسمحت فقط للأجهزة الصحية وكذلك الأجهزة الأمنية وللإعلاميين بالتنقل في عموم أربيل. فرضت أيضا عقوبات كبيرة على المخالفين والذين لا يلتزمون بهذه الإجراءات، يعني تصل العقوبة إلى يعني حجز المركبة وأيضا حجز الأشخاص، بالإضافة إلى غرامة مالية قد تصل إلى أكثر من 300,000 دينار عراقي. أقف محمد في إحدى النقاط التفتيش للأجهزة الأمنية في هذا المكان، مثل ما شوف زميل محمد يعني انتشار يعني للأجهزة الأمنية من مختلف صنوفها في هذا التقاطع في إحدى المناطق السكنية في أربيل، مثل ما شوف يعني حركة التجوال، حركة يعني لا توجد حركة للسيارات وحتى للمشاة اليوم في أربيل. أيضا يعني بعد مناشدات من حكومة إقليم كردستان إلى يعني جمهورية الصين الشعبية بتقديم مساعدات طبية عاجلة للإقليم، يعني الكل يعرف يعني بأن هنا المؤسسة الصحية حقيقة تحتاج إلى دعم حكومي وأيضا دعم حكومي خارجي، حيث يعني حطت في مطار أربيل اليوم طائرة قادمة من الصين محملة بالأجهزة الطبية والمعدات الصحية. يعني تقريبا يعني كان هناك مؤتمر صحفي للسيد وزير الصحة سامان البرازنتشي، مؤتمر صحفي هناك عقد في مطار أربيل، وقال وصلت الشحنة من الصين الشعبية وفيها أكثر من 1000 جهاز فحص. هذه الأجهزة حقيقة ستساعد يعني الأجهزة الطبية في إقليم كردستان العراق بفحص سريع لكل الأشخاص الذين حتى الأشخاص الراجلة في المحلات أو في الأسواق يتم فحصهم، ويعطي هذا الجهاز حقيقة يعني نتائج إيجابية خلال فترة محددة. عموما محمد، يعني هناك أيضا يعني لا زالت يعني خلية الأزمة تعمل بكل طاقاتها الصحية والأجهزة الأمنية. نعم، يعني هناك يعني سمحت للأفران يعني سمحت أيضا للأفران وكذلك للصيدليات والمطاعم وخصوصا للطلب السفري بتفتيح أبوابها، يعني أيضا هناك يعني مراقبة للأسواق بارتفاع أسعار الأسواق. عموما يعني محمد، يعني الوضع في إقليم كردستان العراق يعني رغم ارتفاع وتزايد هذه الأعداد، إلا أن التزام الناس بهذا الحظر، حظر التجوال حقيقة كان جيد جدا. يعني الناس، شكرا لك بشير، أغلبية الناس ملتزمة في بيوتهم حفاظا على صحة العامة في عموم محافظات الإقليم. شكرا لك بشير الحسن مراسلنا، كنت معنا من أربيل.